الحمل. تكتشف اليوم أنك الشخص المتميز الذي يبحث كل الناس عنه ويحتاجون إليه في كل موقف. تتفوق مهنياً على بعض زملائك في العمل ويعجب مديرك بكفاءتك ويجعلك من المقربين. الثور. تبتسم لك الحظوظ وتواصل التزاماتها ووعودها لك بالنجاح، كما تحمل إليك الحوافز الكثيرة والحماسة والإرادة في النجاح والتألق، فتنطلق واثقاً بنفسك وتحصل على الاهتمام والتأييد يا مولود الثور. الجوزاء. تواجه نزاعاً مع بعض الزملاء لتطوير وضعك المهني، قد تكون له مضاعفات متنوعة يا مولود الجوزاء، فكن حذراً، ستشعر بسعادة كبيرة وبحث عن آفاق جديدة، وهذا له انعكاسات إيجابية تساعدك لتطوير العلاقة مع الشريك. السرطان. يجب اليوم أن تنهي كل أعمالك التي أجلتها أمس يا مولود السرطان. كن منضبطاً واحذر من الإهمال والتكاسل. ينصحك علماء الفلك باتخاذ خطوات جديدة في مجال العمل والاستفادة من الطاقة التي تتمتع بها اليوم. الأسد. لديك قدرة على التأثير على الآخرين بفضل شخصيتك المحبوبة. سحر الطبيعة قد يجذبك لقضاء وقت جميل في مكان هادئ يا مولود الأسد. تخف الضغوطات قليلاً بعد وقت طويل قضيته بالعمل. العذراء. من المهم جداً أن تتخذ خطوة جديدة في حياتك اليوم. ثق في نفسك وفي قدراتك. أحياناً تكون لديك حلول وأفكار لكل موقف تتعرض له، ولكن عليك أن تستشير الآخرين من أجل الوصول إلى أفضل حل يا مولود العذراء. الميزان. ربما تقرر اليوم حضور حفل في مكان قريب من منزلك. كن واعياً لأن هناك مشكلة ما ستحدث بينك وبين أعز الأصدقاء إليك، أو ربما بينك وبين الحبيب، تسبب لك المتاعب وربما تكون مصحوبة بالقلق والتوتر. العقرب. قد تخوض مجالاً جديداً في العمل وهذا لن يكون سهلاً، فكن مستعداً لتحديات جديدة يا مولود العقرب. جامل الآخرين وفسر لهم كلامك وماذا تقصد. الكلمات والمجاملات ستكون سبب الحظ السعيد الأيام المقبلة. القوس. لديك مشاريع مهمة في العمل وعليك أن تركز قدر الإمكان على تحقيق الجزء الأكبر منها عبر التواصل مع الزملاء في العمل. الحب الذي يأتي في طريقك قد يشعرك بالمزاجية في نهاية اليوم. الجدي. تشعر بالقوة لتجعل العمل يسير كما تريد وترغب يا مولود الجدي. تقوم بجولة قصيرة لتتبع سير العمل. تخطط لرحلة طويلة تستكشف فيها مناطق جديدة وتمارس فيها المشي لترتاح نفسياً. الدلو. لا تستخف بالنصيحة التي يقدمها إليك الأصدقاء، فهم يؤدون دوراً في توجهاتك. الشريك ينتظر منك مبادرة مختلفة عما اعتاده لوضع الأمور في نطاقها الصحيح. تشعر بطاقة كبيرة تدفعك لتقديم الحب والمحبة إلى جميع من حولك. الحوت. تحاول التأكد من صحة المعلومات التي تم جمعها عن قضية أخذت منك جهداً وتقوم بأخذ النصيحة من أصحاب الخبرة. تشارك في مناسبات اجتماعية ضخمة يا مولود الحوت، أو تقدم على تغييرات جذرية في حياتك.